صباح الورد. أنا عايزة أرحب بزميلتي الجميلة اللي منورة المسرح وهتشاركني في تقديم هذه الفقرة، خديجة. صباح الورد يا خديجة. صباح ياسمين والطاقة الإيجابية. أنا خديجة شعبان، عندي 19 سنة، طالبة في كلية آداب إنجليزي الجامعة البريطانية. أنا جاي النهاردة أشكر حضرتك يا ريس، عشان حضرتك كان ليك الفضل في تحقيق حلم من أحلامي، وهو أني أنا أطلع على التلفزيون، وبسبب حضرتك أنا بقيت مشهورة قوي. وأفكر حضرتك بيا. انا كل اصحابي في الجامعه بيقولوا لي يا بختك انت اللي الريس جاب لك الكرسي. انا بحبك وبشكرك. ده انا اللي بختي اللي جبت الكرسي والله العظيم. والله انا اللي بختي اللي جبت الكرسي. انا بحبك وبشكرك على دعمك ليا انا وكل القادرون.